هذا النظام لا يجيد السياسة، هذا النظام مجرد منظمة خدمات أمنية وعسكرية. أولادهم إذا رجعوا على سوريا لا يزالوا يعاقبوا على ملف مفتوح اللي هو 79 81 و80 و82. يا وكيل اسمع نحن لسنا وكر للقاعدة كما يروج. طالما أن أهل إدلب متمسكين بأن لا مصالحة مع هذا النظام سيكون العمل العسكري أمرا مستبعدا. تكون معركة طاحنة والناس ما حتستسلم، لأنه عارفان الناس بيقدر تعرف أن هذا النظام لا يمكن المصالحة معه ووعد الروسي كاذب. إدلب، الحدث والحديث السياسي الراهن، في لقاء خاص مع غسان عبود يأتيكم في الأوقات التالية على أورينت نيوز.